النزلي. على كل، الحديث أكثر عن آخر تطورات أسواق السلع ننتقل إلى بيتر ديكسون الاقتصادي الأول في كوميرس باك سيكوريتيز. بيتر، شكرا لوجودك معنا اليوم. لأبدأ مع أسعار النفط، على ما يبدو التقلبات مستمرة في هذه الأسعار. أوبك ستبدأ اجتماع يوم غد في فيينا، وكل المؤشرات أو التصريحات حتى وزير النفط الكويتي وزير النفط السعودي تشير إلى أنه لا تغيير في الكوتا وفي طبعا الإنتاج. هل برأيك هذا أفضل قرار يمكن أن تأخذه أوبك في هذه الأجواء الغير مؤكدة أيضا؟ أظن ذلك، أن عدم اليقين هو جزء لا يتجزأ مما يحصل في جميع الأسواق، وليس من المنطقي أن يأخذوا أي قرار متسرع. بمجرد ذكر ذلك، أنا أتوقع أنه خلال الأشهر القادمة سوف نبدأ بأن نشهد الطلب انخفاض بشكل كبير في الطلب على النفط على وجه الأخص من منطقة اليورو جراء تأثر الاقتصاد بشكل كبير وتوجه نحو الركود. وفي ظل هذه الظروف هناك احتمال أيضا لأن تقوم منظمة الأوبك بخفض الإنتاج لكي تتمكن من أن توازي بين المعروض والطلب وأن يحاولوا أن يتماشوا مع الطلب الضعيف بعد أخذ هذا القرار. بالطبع الـIEA ذكرت بأن العام القادم قد تضطر أوبك إلى إنتاج نفط أقل لأنه تتوقع أن يتراجع الطلب اليومي إلى حدود 90 مليون، تقريبا 90 مليون و300 ألف برميل، أقل من ب200 ألف برميل من آخر التوقعات لها. وهذه يعني هذا يحدث للمرة الرابعة كتوقعات للعام القادم 2012 أن تقوم الـIEA بتخفيض طبعا نظرتها إلى الطلب على النفط. نعم، مرة جديدة هذا يعكس واقع أن الاقتصاد العالمي بشكل عام قد تغير بطريقة كبيرة في الأشهر الأخيرة، ونحن نرى أنه من الواضح أن أوروبا تمر في مرحلة ركود، وإن لم تبدأ بهذه المرحلة ستبدأ بها في وقت قريب جدا. الإحصائيات تبين ذلك، أن طلب الولايات المتحدة الأمريكية ضعيف والسلطات الصينية تحاول أن تكافح ما يبدو على أنه تباطؤا في نمو اقتصادها، ولذلك نحن نرى كل هذه الدلائل التي بدورها تشير إلى زيادة التخفيض في الطلب في التوقعات في الطلب للأشهر القادمة. وفي حال كان الركود أسوأ مما هو متوقع فما من شك بأن هناك نية لأن يصبح هذا هو السيناريو. بيتر، هل برأيك أي عوامل جيوسياسية، مخاطر أمنية في منطقة الخليج وتحديدا الملف الإيراني ممكن أن تقلب الصورة رأسا على عقب وأن نرى ردة فعل في الأسعار وفي أيضا القفزة بشكل قوي قد لا يكون غير متوقع؟ من الواضح في حال تغيرت الظروف في المنطقة فما من شك بأن كل الرهانات تلغى، وبالنسبة إلى المعروض والطلب وبالنسبة إلى الأسعار فكلها سوف تتغير، وقد نرى أسعار لم نشهدها منذ سنوات وحتى لم نشهدها أبدا في أسوأ السيناريوهات. ولكن أعتقد أن أغلبية المستثمرين يعتبرون بأن هذا التوتر هو أحد المخاطر وأسوأ النتائج هي المخاطر، ففكرة أن المستثمرين يخشون أن يكون لدينا حركة أو عملية عسكرية فهذا كله يؤثر، ولكن نحن لا نعتبر بأن هذا سوف يحصل وما من سيناريو سوف يحصل في الوقت المنظور. ولكن كما ذكرت أنت هذا هو بين الأمور غير المعروفة في مجال التوترات الجيوسياسية وما لا نعرف إذا كان سيحصل ذلك. برأيك أسعار السلع الأخرى كم أيضا ستتأثر بدخول أوروبا، ركود، تباطؤ ربما أكثر في نمو الاقتصاد العالمي؟ وأتحدث هنا تحديدا هل يبقى الذهب ملاذ آمن؟ هل ترى في التراجعات الحالية فرص دخول عندما نراه ينخفض دون 1700 وقد عودنا على الارتداد من مستويات دون 1700؟ Yeah,
نعم، في حال ساءت الأمور في منطقة اليورو في الأشهر القادمة مرة جديدة، إن احتمال ارتفاع أسعار الذهب كبيرة جدا، لأن المستثمرون يبحثون عن الملاذ الأمن، وإذا أصبحت سندات الخزينة الألمانية غير آمنة بالقدر التي كانت عليه خلال هذا العام، حينها بالطبع إن الذهب سوف يتحسن وسوف يزداد جاذبية للمستثمرين. ولكن إلى حد ما أن أسعار الذهب يبدو بأنها قد استقرت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وهذا يشير أنه حاليا أن المستثمرين منطقيا يأخذون المراكز المناسبة ويتحوطون ضد المخاطر خلال هذا العام، ولكن فقط في حال تغيرت الأمور نحو الأسوأ بشكل كبير حينها سوف يزيد الطلب بهم على الذهب. بالنسبة للمستقبل منظور، أعتقد بأن نطاق التداول للذهب سوف يبقى ضيقا. شكرا لك من جديد بيتر ديكسون، اقتصادي أول في كوميرس بانك سيكيور.